أعود إلى محمد سعيد، عضو تنسيقية ثور حلب. أهلا بك محمد، كيف هو حراك الطلاب في جامعة حلب اليوم؟ نعم، الثورة مستمرة والاعتقالات مستمرة بسبب استمرار المظاهرات السلمية التي تخرج، ومن ضعها اليوم هي جامعة حلب. يعني في 24/4/2012 كانت بداية ومنذ الصباح الباكر خرج طلاب جامعة حلب بمظاهرة غاضبة ومغضبة، حيث أن رجال الأمن فعلا غضبوا من بطولة هؤلاء الأبطال، حيث خرج أبطال كلية طب الأسنان بمظاهرة صباحية وأدوا فيها صلاة الغائب على أرواح الشهداء، وأيضا خرجت كلية العلوم بمظاهرة طلابية بمشاركة الحرائر، وكانت أيضا روعة في خروجها. وخرج نعم. أبطال الثانوية الشرعية بقلعة حلب، نعم. حيث تم إطلاق الرصاص الحي على الطلاب واعتقال طالب وضربه ضرب مبرح، وخروج مظاهرة حاشدة لطلاب جامعة إبلة، يعني حيث أن طلاب إبلة ليست هذه أو المرة الأولى التي يخرجون بها، وهذه المدرسة الجامعة هي جامعة خاصة. خرجوا يعني محمد سعيد، الآن أتابع مظاهرة الفيديو. طالبت بإسقاط النظام. محمد سعيد، لا، أبطال إذا الثانوية كنت مأمور تسمعني أيضا في فقط الجامعية أرجو أن تسمع هي السؤال. مدرسة محمد، للمتفوقين، خرجوا بمظاهرة طالبت بإسقاط النظام وحيت أبطال الجيش الحر، ومظاهرة طلابية في الصاغور من مدرسة حسن العلي، ومظاهرة أيضا طلابية في حي المارتيني بحلب بمدرسة عبد الرحمن الكواكبي. يعني اليوم بحلب المدينة اعتبار أن الفترة الصباحية هي فترة خروج الطلاب الجامعة وطلاب المدارس، طلاب المدارس في هذه الفترة يشاركون بالمظاهرات بشكل كثيف. نعم محمد سعيد، إذا سمحت لي فقط، يعني الآن أشاهد الصور الظاهرة على الشاشة، يقوم أجهزة النظام تحمل أسلحة بيضاء، سكاكين وغيرها، لتفريق المظاهرات في الجامعة. كيف يقومون نعم، بتفريق هذه المظاهرات محمد سعيد؟ الآن ستخرج الصورة على الشاشة، تفضل محمد. يعني كما ترون في هذه الصور أن رجال الأمن، حيث يسمون، يجب أن لا يسموا رجال الأمن، والشبيحة يقومون بتفريق المظاهرات بفض المظاهرات بضرب الطلاب بالأسلحة البيضاء بالسكاكين والهراوات وبأسلحة متعددة لتفريقهم وضربهم وجرحهم، يعني لا يهبون أي شيء. يعني وهذا ايضا نعده بسبب مراعاه الجيش الحر والتزامه بالهدنه التي اطلقها السيد عنان. يعني الجيش الحر يستطيع بكل بساطه مواجهه هؤلاء الجراثيم، يعني لا يأبهون بهم، ولكن التزامهم بالهدنه التي اطلقها السيد عنان اعطوهم فرصه مؤقته، ولكننا لا نرى اي التزام من طرف النظام، ونطالب افراد الجيش الحر بالتصدي لهم. يعني هذه لحاله ماساويه، حيث ان طلاب الجامعه يذهبون بلباسهم الجامعي وبمظاهراتهم السلميه، يخرجون ويطالبون بطالبهم المشروع لاسقاط النظام، ويقوم هؤلاء يعني رجال الامن والشبيحه بضربهم بالسكاكين وجرحهم واجمائهم. طيب يعني محمد، مدرعات النظام اليوم تتجول ايضا عندما في يرون مدينه احد الاتارب. هؤلاء الطلاب مجروحا او عليه اي اشاره من الدم، حيث انه سوف يتم اعتقاله بشكل مباشر. هذه الفكرة. في طيب محمد سعيد، يعني أكرر السؤال، مدرعات النظام اليوم تتجول في الأتارب، ما هي المعلومات الواردة من هناك؟ نعم، ليس اليوم فقط المدرعات الآلية تتجول في الأتارب أو حتى في كافة المناطق الريفية، يعني النظام لم يلتزم نهائيا بتعهداته. المدرعات الآلية ما زالت موجودة في جميع المناطق الريف الشمالي وتتجول وتقوم بإطلاق الرصاص الحي. يعني اريد هنا ان ننوه ان البارحه في منطقه الرفعت، في المنطقه بين دير جميل والشيخ خليل، قام النظام عندما شاهد سياره تمر بقربه قام باطلاق الرصاص عليها بشكل كثيف، مما ادى الى حقها، ومن ثم استمر اطلاق الرصاص لمده 3 ساعات، الهدف منها ترويع الاهالي ووضعهم بوضعيه عدم الاستقرار. يعني وهنا ايضا البارحه، عفوا اليوم، تم العثور على جثة الشهيد عبد اللطيف عفش أبو محمود. يعني منذ عندما دخل الجيش إلى مدينة عمدان الأبية تم اعتقال الرجل عبد اللطيف عفش، يعني وتم فقدانه ولم يعثروا عليه. واليوم أثناء تفتيشهم في المركز الثقافي في فتحة التوي تم عثور على جثمانه متفسخا،
يعني هذا ما يجري في مدينة حلب. نعم شكرا لك محمد سعيد عضو تنسيقيات الثورة، ضيفي عبر الهاتف من حلب، شكرا.